باب ب 40 حلو ب 35 جنيه ب 40 جنيه قطعتين ب 65 ستة ب 65 كمان مش بس جنس وقطشي وطقم كامل والتيشيرت ب 50 جنيه بس ده ب 70 جنيه قطعتين 70 جنيه برضه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يوم جديد وجوله جديده من رامي سنتر تكمله لعروض العروسه من السنتر فيديو لوكس العرايس، والاسعار هناك بتبدا من 14 جنيه كاشات. معانا النهارده في الفيديو كاشات قطعتين وقطعه واحده طويله وقصيره قطن كلها 100%. معانا بجمال كمان بنطلون وبرموده وهوت شورت، معانا ازدالات لوكس، معانا دريسات خروج، معانا توينزات كسر اسعار، بناطيل جينز لحد المحير باسعار رهيبه. فيديو بجد حلو جدا جدا، يستاهل ان انتم تتابعوا الفيديو للاخر، كله اسعار ومفاجآت. بس قبل ما ابدا الفيديو انزلوا حالا اضغطوا على اللايك الجميل عشان الفيديو يوصل معانا لاكبر عدد من الناس، وخير الناس انفعهم للناس، والعنوان متصور في اخر الفيديو. ونبدا الجوله على بركه الله. عروض ما بعد العيد بقى، عايز بالعرايس بقى، العرايس ايه الجمال ده، العرايس بقى كل سنه ايه الشياكه دي، ده كاش ده كل بقى الكاشات، الخامة تحفة، كل اللي انا هوريه لك حلو قوي، شكله حلو قوي. عامل كام ده؟ يعني سامحوني عرايس بس. عامل كام ده؟ 63 جنيه 63 جنيه دي حاجات لوكسيات عالية، تمام حلو قوي 63 شغل عرايس بقول. ايه الجمال ده؟ عايز اقول لكم شكله تحفة، ده اللي هو من فوق عامل زي المروحة، يعني جايب نص دايرة كده والخامات قطن حلو قوي قوي. عامل كام ده برضو؟ 60 جنيه ده 60 جنيه تمام. فيديو اللوكسيات ده النهارده، انا هوريك والعروض التانية برضو لسه موجودة. انا هفتح لك كل حاجة. عرض ال 14 ونص موجود؟ دي مصنعها موجودة تمام، موجود ده مصنعنا انا، هوريك برضو ايه الشياكة دي. عايز اقول لكم تحفة. احمد انا عايزاك دقيقة يا احمد بعد اذنك، دي مصنعنا احنا. بص تعالى امسك معانا بس عشان السكرينات، بصوا ايه الجمال ده. البيجامه دي ودلوقتي معلش بقت ب 40 بقت ب 40 حلو قوي. بس اقول لكم تحفه، انا من اكتر البيجامات اللي بحب اصورها، ما لقيتش كتير بصراحه، الخامه بتاعتها فظيعه حلوه جدا، وكل رسمه مختلفه حلوه قوي قوي. يعني دي بقت ب 40 جنيه 40 جنيه تمام. عندي البرموده بتاعتها، كل البرموده بتاعتها 35 جنيه. بصوا البرموده بتاعتها، هي عموما التيشيرت بتاعها شكله تحفه. دي قلنا الخامه بتاعتها والطباعه حلوه قوي. قلنا بقت بكام؟ بقت ب 35 جنيه البرموده تمام حلو قوي. ما غليش كتير، جنيه 2 جنيه برضو حاجه المعقول يعني، عشان مصنعنا ما بتوقفش بصراحه. ده كاش قطعتين، الشياكه دي ده طب قصير وعليه كده الكاش بتاعه. عامل كام ده؟ ب 40 جنيه قطعتين حلو قوي. عايز اقول لكم ده قطن برضو، كل دي اقطان حلو قوي تمام، حلو قوي، خامات حلوه جدا. اتفرج على الحته حلوه دي في اللبس تحفه، عايز اقول لكم، والخامه بتاعتها حلوه قوي، اتقل كش تحفه وشكلها حلو قوي قوي. بصوا حلو جدا، لا والاكره برده صح، في مطه تمام. افرد لنا شكله بس يبان معانا، ياخد سكرين ده ب 80 جنيه 80 جنيه. بصوا اللي هو المروحه ده ب 80، بصوا حلو قوي ده ب 80، وده شكله في اللبس كمان تمام. يعني الحته دي ست كل حته دي جميله قوي جميله قوي. بص الخامات، بص الالوان، عايز اقول لكم الكاشات هنا تحفه، يعني هتيجوا هتحتاروا في الكاشات. دي نازله على دبل كليش، الحته كمان فيها بصوا شكلها تحفه، في الوسط كده شغل. ما انا بقول هي مقسومه نصين، يعني صك من فوق ونازله من اول هنا كده بدبل كليش، شكلها حلو. عامله كام دي قلنا؟ الحته حلوه ب 60 جنيه دي ب 60 جنيه تمام. دي 57 جنيه اللي ورايا حضرتك دي الحاجة. بصوا بص الالوان، بصوا دي ب 57 جنيه، هنا بتاخدوا بالجنيه عشان هيديكوا قطاعي سعر جمله حلو قوي. واللي جه هنا خد خامات وخد اسعار وعارف، حلوه قوي قوي تمام. ده شكلها في اللبس برضه تمام. الكاش ده تحفه، صورناه قبل كده 43 جنيه حلو قوي قوي، خامه وسعر حلو جدا، ده ب 43 جنيه تمام. في منه الوان واشكال كتير، كل اللي بنفتحه ده موجود منه الوان واشكال كتير. بصوا حلو قوي، ده اخر كاش فتحناه. الجمال ده برضه، بصوا انا كل شويه امسك لكم الخامات، كل خامه احلى من الثانيه، حلو قوي قوي. ده قلنا ب 45 جنيه تمام، وده شكله في اللبس برضه، في منه الوان كتير ونقشات كتير برضه، نقشاته كتير جدا. بصوا البيجامه دي، دي اللي هي المشحمه اللي طالعه جديده، كانت شتوي وصيفي، حلوه وشغاله قوي. دي عامله كام دي؟ ب 60 جنيه. عايزك تبص الخامه، عايز اقول لكم دي في منها كمان اطفال ب 60 جنيه حلوه قوي حلو تمام، ب 60
بس الكاش ست الكل. انا بس ماشي معاكي حاجه حاجه عشان ايه العرض ده اول مره نصوره بس عايز اقول لكم تحفه. بصوا الجمال من فوق، شايفين شكله حلو قوي قوي قوي. انا عندي حاجات جديده كتير قوي، والخامه دي جميله قوي. لا ده انا عندي جديد كتير قوي. ده دي قطن برضو، قطن 100%. عامله كام دي؟ 60 جنيه. 60 جنيه بصوا شكله في ده 60 جنيه وموجود منه برضو اشكال كتير. والله عايز اقول لكم شكله تحفه. انا بوريكي ايه، بصي كل الشغل ده مصنعنا احنا، كل الشغل ده مصنعنا احنا. الكاش ده اللي هو زي شعبيه الشانيه كده، حاجه قصيره. حلو قوي. عامل كام ده؟ انا عايز اوريكي الخامات اختلفت خالص. ايه الجمال ده؟ ست تقل الخامه. حلو قوي قوي. ب 60 جنيه. ده برضو بكام؟ ب 60 جنيه. حلو قوي قوي. بص شكله اختلفت خالص الفتره ده، عامل زي العبايه الشانيه او كاش. حلو قوي. الخامات اختلفت خالص. وكل اللي بتشوفوه ده عمال انوه ان في منه نقاشات والوان كتير. ده برضك نفس اللي انا وريته لحضرتك، بس نقشه ثانيه عايز اوريها لك برضك. تمام. لان انا بحب النقشه دي يعني. لا النص ده في اللبس بيبقى تحفه. انا عايزه اقول لكم النص ده كمان في اللبس. بصوا والخامه احلى. بص من فوق عليه دانتيلا، شكله حلو قوي. عامل كام ده برضو؟ عامل 57 جنيه. ده 57. وادي شكله في اللبس. تمام. ده فيديو العرايس رسمي يعني. العرايس بس بصراحه. عرايس، فيديو العرايس يعني. معلش بص الحته دي، ايه الجمال ده؟ ولا عشان انا بحب اللون الاسود ف لا شكله تحفه تحفه. ده جايب ورب على فكره. ده قصته بورب من تحت. يعني دبل كوليش، عامله زي الاسكندراني كده. بص الخامه بقى حلو قوي. عامل كام ده؟ 60 جنيه. 60 جنيه. بص الخامه عامله ازاي، شكله في اللبس حلو قوي. ده في تلبيسه رهيب ده. ما انا وريته له مع البوستر. انا عايز اقول لكم الخامه فظيعه، تقيله قوي. تقلت قوي عن الاول، شكلها تحفه قوي. ده عامل زي النظام الاسكندراني اللي هو بتبقى نازله كوليش من تحت بورب كده. حلو قوي. تمام. ولا يهمك. الكشات المره دي كلها عرايس خالص. لا وقطنيات يعني. الخامه ما شاء الله يعني. احنا الخامه بصوا بس عرايس. الشياكه دي حلو قوي قوي. انا عايز اقول لكم هنمسك بس الخامه. حلوه قوي قوي. بص الالوان يا ست الكل، والوانه كلها تحفه. ده تحفه. بصوا ده الوانه ومقاساته حلوه قوي. ب 60 جنيه. ده ب 60 جنيه. ب 60 جنيه. تمام. كل ده جديد على فكره. حلو قوي. ده كله ما عرضناهوش قبل كده. ده معاه شداد من هنا. معاه شداد. حلو قوي. عامل كام ده قلنا؟ الالوان 65 جنيه. 65 جنيه. ده شكله في اللبس برضه. ده تحفه في تلبيسه. بصوا 65 جنيه ده. تمام حلو قوي. بصوا البيجامه دي. عشان ام مكه بتحب ايه؟ الخامات. ياخدوا سكرينات بس. بص انا ماشي معاك ازاي؟ حلو قوي. شكلها تحفه. دي بجامه تحفه قوي وتتلبس تحت هدوم الخروج كمان، مش هتبان معاكي. ومن هنا اوف شولدر برده مفتوحه، شكلها حلو قوي. كلها جميله قوي. عامله كام دي؟ 75 جنيه. دي 75 جنيه. عايز اقول لكم حلوه قوي قوي برده. الحمد لله الاسعار الخامات هنا فظيعه، وده اللبس بتاعها برده. لا الاسعار في المتناول. حلو قوي. هتاخدوا لوكسيات باسعار ممكن تجيبوها شعبي من بره. عايز اقول لكم دي تحفه برده. دي برمودا. عامله كام قلنا؟ 55 جنيه. افرد لنا يا احمد. دي 55 جنيه. اللي هي البيجامه بتاعتها. الشوردر برضك ب 60 جنيه. ب 60 جنيه. حلو قوي. تمام. انا دي بكام دي يا احمد؟ بص الحته دي ب 90 جنيه. اغلى حته موجوده عندنا. اغلى بجامه يعتبر. تمام. امسك لنا يا احمد البنطلون بعد اذنك. بصوا البيجامه دي عايزه اقول لكم شياكه قوي قوي، ومعاها الحزام. بصوا شغل العرايس كله موجود هنا. دي قلنا عامله كام؟ 90 جنيه. 90 جنيه. حاجه شياكه كده. تمام. بص شكلها في اللبس حلو قوي. بص الحته الست كل عامله ازاي. كمان الخامات تحفه. ده دي اللي هي المروحه، بتبقى نازله من على الايد كده بمروحه، شكلها حلو قوي. تمام. ليها المنقطه دي. ما شاء الله. دي مروحه برده بس طويله يعني ما شاء الله. وتلبيس تلبيس حلو قوي. بكابوزات. دي بكابوزات بقى بس الخامه حلوه. دي قلنا كام؟ 58. 58 جنيه. الوانها كلها متاحه، كلها موجوده. تمام. بص اللبس اهي. تمام حلو قوي. بكام؟ بتاعها. الجمال ده، ايه الجمال ده؟ عايز اقول لكم شكلها تحفه. والحزام بتاعها عامل زي الخيش اللي هو بتاع بره، بس شكله حلو قوي قوي. قلنا عامله كام دي؟ 85. 85 جنيه. حاجات خامات عاليه برضو. خامات تحفه. الخامه حلوه قوي محمله. تمام حلوه جدا دي. ودي شكلها في اللبس. تمام. فيديو النهارده كشات وبجامات شكلها خطير بجد. معلش يا استاذ احمد افرد لنا البنطلون ده. بصوا البيجامه، ايه الجمال ده؟ دي 90 دي. حلوه قوي قوي. ده موديل تاني منها. موديل تاني يعني كل حاجه تانية. كل حاجه هتلاقوا منها. ايه الخامات تحفه وتلبسها كبير. الخامه عامله ازاي؟ يعني تلبس مش صغير. تلبس 100 120 كيلو. بصوا تلبسها تحفه. بص حلوه قوي. تمام. كده تحفه.
الشياكه دي حلو قوي ده برضه. الكاش ده مفتوح من الجنبين كده ست الفل. اه ده مضلع، ده مضلع اه ب 63 جنيه للعرايس. حلو قوي 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 بجد ده ب 63. كل يوم بيجي لنا عرايس ما شاء الله ولا حول ولا قوه. المكان هنا بجد كنز لكل العرايس، اسعار وخامات حلوه قوي، يعني العرايس كلها بتحب الخامه قوي. الشياكه دي انت قلت فيديو النهارده للعرايس، هو فعلا للعرايس. ايه الجمال ده؟ ده زبده؟ اه ده زبده. حلو قوي. عامل كام ده؟ شكله تحفه. ده ب 70 جنيه تمام. عرايس عرايس ما شاء الله. اه والخامه الزبده تقيله مش اللي هي الزبده الشعبي. الجيبه دي ايه ده؟ الجيبه تحفه دي في اللبس، حلو قوي قوي. 55 جنيه ده ب 55. فيديو العرايس يا جماعه ب 55 جنيه، حلو قوي. اه يتدلعوا بقى. بصوا دي جيبه، دي الخامه بتاعتها ايه؟ زبده ولا قطن؟ لا لا زبده. زبده لا قطن يا ست الكل. انا دي قطن. لا قطن تمام قطن. بصوا في اللبس شكلها تحفه. تمام دي البيجامه اللي انا قلت لحضرتك عليها. انت احنا شفنا برموده ب 55. بص حلو قوي. شكلنا يا احمد البنطلون ده بعد اذنك. ايه الجمال ده؟ دي اللي احنا شفنا منها البرموده. تمام. ده البنطلون بتاعه قلنا عامل كام؟ ب 60 جنيه. ب 60 جنيه حلو قوي وتلبسها حلو جدا. تمام. معلش انا هتعبك معايا شويه. لا ولا يهمك. عمال الفتك حقك عليا والله. ما شاء الله اللهم بارك. المكان مليان كميات. لو احنا قعدنا يوم كامل مش هنجيب لكم الموديلات، احنا بننقي بس. الحاجات دي على التليجرام صح؟ اه كلها. هسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق مع العنوان، وهتلاقوه متصور في اخر الفيديو كمان. ده زبده 45 جنيه. زبده ب 45 جنيه. جميل قوي. عندي حاجات كتير قوي للعرايس. اه حلو قوي. ده بكام ده؟ 45 جنيه. 45 جنيه. الحته عامله ازاي؟ حلو قوي قوي. 45 واللي معاك ده برده 45 يا استاذ احمد. 45 اللي عايز ياخد سكرينات. مبروك عليك يا شيخ تحفه. انا عندي الاسعار كلها من 14 جنيه وانت طالعه بقى. اه الاسعار هنا بدأ من 14. عايز اقول لكم 14 لان كل الناس عارفينه. تمام. ايه الجمال ده؟ عامل كام ده؟ ده ب 35. بصوا 35 جنيه، حلو قوي وخامته حلوه وتلبيس لكرة على فكره. تمام حلو قوي. الخامه عامله ازاي؟ 35 جنيه. انا عندي حته تركي تركي. تركي تركي. موديل تركي ولا صناعه تركي؟ لا لا تركي صناعه تركي. تمام. بس تعالى يا احمد امسك لنا معلش. ايه الجمال ده؟ انا عايز اقول لكم في الشكل تحفه. كل ده في تلبيسه فظيعه. ايه الجمال ده؟ والخامات حلوه قوي. والله انا اللي خد منها رجع خد منها مره. حلو قوي. دي بجامه صناعه تركي عامله كام؟ 100 جنيه. 100 جنيه حلو قوي. في منها اشكال ثانيه كتير. انا اشكالها كلها. تمام. معلش انا بتعبك. لا ولا يهمك. والجو حر حقك عليا. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. بصوا ايه الجمال ده؟ ده احنا شفناه المره في التحفه. ده بس اصل هو عمال بحبه. بس عايز اقول لك ان كل مره بنشوف موديل مختلف وناشه مختلفه. ما شاء الله احنا على طول. حلو قوي. عامل كام ده قلنا؟ ده 70 جنيه ست الكل. 70 جنيه حلو قوي. خامه بصوا في اللبس مع احمد. ثانيه واحده يا احمد. بصوا حلو قوي. تمام. الجلابيه دي برضك. العبايات دي برضه مختلفة خالص على عن غير اللي عند الناس خالص. الشياكة دي حلو قوي. الكلفة اللي فوق دي الكلفة الهندي صح؟ اللي هي الكلفة الهندي والخامة. لا والخامة فظيعة. دي لوكسيات يا جماعة مش شعبي. 65 جنيه. لوكس ب 65 جنيه؟ بلاش. دي ب 65 حلو قوي. بص الكل بفرج عليها برضه. ايه الجمال ده؟ ده الكاش الرقبة. بيبقى قب كده والحبل ده بيتلف رقبه. عامل كام ده؟ 60 جنيه. ده شكله في اللبس ده ب 60. حلو قوي. تمام. بص احنا معانا حاجات كتير. اه حلو قوي. كله عرايس ست الكل. ايه الجمال ده؟ لا لا عايز اقول لكم الكلفه من فوق شكلها تحفه. حلو قوي. بصوا من هنا خامه حلوه قوي. النقش دي مش عند حد غير عندنا. تحفه والخامات حلوه قوي. عامله كام دي؟ ب 60 جنيه ست الكل. ب 60 جنيه. بص كده الحته دي ب 55 جنيه هتعجبك قوي. حته كده شياكه كده. ايه الحاجه الهاديه دي؟ بص الشياكه ست الكل. ايه الجمال ده؟ بص اللون لا والخامه كمان. لون البنطلي نفسه حلو نفس اللون نفس اللون القلب اللي عليها كلفه حلو قوي. عامل كام ده قلنا؟ 55 جنيه. 55 وده شكله في اللبس 55. بص ست الكل. تمام. ايه الجمال ده؟ عامل كام ده؟ 60 جنيه. ده شكله مدي العبايه شفناها؟ بصي بصي النقشه. بصي الشياكه. حلو قوي. بصي الشياكه ده ب 60 جنيه. ب 60 جنيه تمام. بصي كل ده 60 جنيه برضه. ده حلو قوي برضه ده.
بصوا شياكه ده عامل 60 جنيه برضه. ايوه حلو قوي. انا عايز اقول لكم هو كل الشغل في فتحتنا على الجناب على فكره حاجات عرايس. شغل عرايس شغل عرايس والخامات لوكس، يعني الحاجه اللي بتعيش بالزبط. مش حاجه غاسله وترميها. لا لا, لا, لا والله دي حاجات بتعيش. خامات اهي هي ده في اللبس كمان شكله تمام ب 62 62 البيجامه دي. بص البيجامه دي معلش يا احمد امسك لنا البنطلون. بصوا اجي البيجامه تلبسها حلو قوي والاكرة بتاخد وضع جسم كمان. عامله كام دي؟ 45 جنيه. 45 جنيه حلو قوي. يعني كده معرفه بالشيء بقى في اي حاجه كده. في اولادي بقى وفي بناتي في موجود هنا حاجات كتير قوي. البنطلون الجينز ده خروجه بيتي على فكره. حلو قوي ده برضه. 70 جنيه. ده بكام؟ 70 جنيه. ده ب 70 جنيه بنطلون يلبس لحد المحير. طب ب 65 جنيه بيعوا البنطلون ده ب 65 ب 65 كمان مش ب 70. حلو قوي اشكاله كتير جدا. مقاساته لحد المحير يا استاذ حسام؟ هو محيرات. حلو قوي 65 34. بص يا لونه ده ب 65 جنيه. حلو قوي. بص يا لونه افتح لونه كلها. كل ده 65. كل ده 65 بموديلات. بص المقاسات كلها لبسنا اهو. بصوا 65. 65 جنيه. حلو قوي. برضه 65. كل ده 65 جنيه. تمام. انا بوريك اكل التيشيرت جمال حلو قوي. كل ده 65 جنيه لحد المحير موجود. تمام التيشيرت برضه ناخد عنها فكره كده. عامل كام طيب؟ كل ده 50 جنيه. اي تيشيرت من دول 50 جنيه. كل دي 50 جنيه اوريها. بصوا كل ده 50 على كل موديلات. 50 جنيه برضه. مفيش موديل زي التاني وكل موديل موجود منه الوان. كل موديل موجود منه ده 50. انا بس عشان هفرجك على موديل موديل انا هطول. 50 جنيه حلو قوي. كل ده 50 جنيه يا ست. لما نوريكم بس بعض الموديلات الموجوده. كل ده 50. بصوا الشيكه دي 50 جنيه. بصوا 50 برضه الجمال ده. تلبيس برضه لحد المحير ولا لحد ايه؟ يعني 26 يعني عند لغايه مثلا 10 سنين ولا حاجه. لحد 10 سنين عامل 50 جنيه اي تيشرت خروج من دول. حلو قوي. كل ده 50 يا حبايبي. عايز بنطلون جينز وكوتشي وطقم كامل والتيشرت ب 50 جنيه بس. بصي التيشرت ده خامته حلو قوي. بس امسك الخامه كده اتفرج عليها. حلوه قوي قوي بجد. حاجات لوكسيات ب 50 جنيه. الازدال ده ست الكل. الازدال تمام. الازدال ده حلو قوي على فكره. تمام هنشوف. انا هجيب لك حته مفتوحه اتفرج عليها. نشوفه دلوقتي. الازدال ده ست الكل ب 75 جنيه ما بيقفش عندنا ما شاء الله. عايز اقول لكم الورده اللي فيه شكلها حلو قوي. انا عندي نقشات كتير قوي. والخامه بتاعته حلوه قوي برضو. ده نقشاته كتير قوي خلي بالك. ده قلنا بكام؟ ب 75 جنيه. ب 75 جنيه حلو قوي. 75 كل الوانه. الوانه كلها متاحه. حلو قوي. حلو قوي ده. عامل كام ده؟ 50 جنيه. ده عامل 50 جنيه. الكاش ده ب 50 جنيه. حلو قوي قوي. والخامه بتاعته فظيعه. ده 50 جنيه. 50 جنيه. حلو قوي. الوان برضو متاحه. الوانه كلها. الوانه كلها متاحه. تمام. خلصنا بعض الموديلات الموجوده هنا. احنا كنا عند هنا في ما شاء الله اللهم بارك اطفالي وحريمي بيتي وخروج وموجود درسات دي برضو. استاذ حسام كان عايز يعرضها من المره اللي فاتت بس وقت الفيديو برضو ما سعناش. عامل كام الدرس ده؟ ده 135 جنيه. 135 جنيه. كام موديل كده ده؟ تمام. يعني ناخد فكره بس كده. فكره سريعه عشان وقت الفيديو نوريكم بعض الموديلات سريعا كده. بصوا حاجه زي كده. عامل كام ده برضو؟ 135 جنيه. 135 جنيه. عايز اقول لك الخامه تحفه. حلو قوي قوي. 135. في توينزاب برضو. موجودة لسه. عامل كام ده؟ 70 جنيه. ده ب 70 جنيه. قطعتين. توينز قطعتين 70 جنيه. ده ب 70 جنيه. حلو قوي تمام. قطعتين. لبس العيد مكسور سعره هنا الحاجات اللي موجودة. ده المنتش السي واي المنتش عامل كام؟ 70 جنيه. 70 جنيه برضه تمام. الحتة دي برضه حلوة أوي. الحتة دي بره غالية شوية. عاملة كام هنا؟ 95 جنيه. 95 جنيه تمام. دي قطعتين. دي قطعتين بس دي جميلة. 95 تمام. دي جميلة قوي. يبقى احنا النهارده كنا فين؟ احنا كنا عند سنتر رامي. العنوان بالتفصيل هتلاقوه متصور في اخر الفيديو. عرضنا معاكم بعض الحاجات الموجوده ما شاء الله اللهم بارك. المكان مليان كميات. حريمي والولادي وبناتي موجود هنا والولادي والبناتي موجود منه خروج وموجود كمان بيتي. واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله.
طيب قلبي، احنا نزلنا محطه مترو العتبه ودخلنا عند اول شارع الجيش. احنا ما دخلناش شارع الجيش، احنا واقفين كده عند كوبري الازهر في اول شارع الجيش اللي بعمل لكم عليه زوم هنا، مطرح ما جينا على طول ورا مسرح الطليعه عند محطه المترو بتاع العتبه. وهنا كمان ده بريموس على اول شارع الجوهري. انا بديكم علامات مميزه، انا دلوقتي وقفت ده بريموس قدام شارع الجوهري. احنا مش هندخل شارع الجوهري وهنلف كمان هنشوف معانا ده شارع الجيش اللي بعمل لكم عليه زوم برده، ده شارع الجيش. احنا مش هنخش برده شارع الجيش، هنلف كده على طول هنلاقي معانا منفذ بيع قوات مسلحه اللي انا عملت لكم عليه زوم ده برضه هيبقى قدامنا، هنكمل جنبه على طول كده وهنفضل ماشيين. احنا ما دخلناش شارع الجيش ولا شارع الجوهري، فضلنا ماشيين جنب كوبري الازهر على طول من بره زي ما انتم شايفين كده. هنكمل لحد ما هنروح، بصوا ده كوبري الازهر اللي بوريه لكم، احنا ماشيين من جنبه على طول. هنكمل لحد المحل بتاع العجل اللي انتم شايفينه، بصوا احنا هنخش من الشارع اللي جنب المحل ده على طول، هنكمل مع بعض على طول. ده اسهل طريق توصلوا فيه لسنتر رامي، ده كوم الشيخ سلامه. احنا رايحين فين دلوقتي؟ كوم الشيخ سلامه، خلاص محل اللعب ده علموا بيه بقى، ده محل عجل كله عجل كده اطفال. هنخش من جنبه على طول الحاره الصغيره اللي جنبه، الحاره دي بتودينا كوم الشيخ سلامه. هنكمل مع بعض كده، هيقابلنا في الحاره دي اغلبها بقى شنط وعجل وملابس برده كاجوال واطفال. هنكمل مع بعض زي ما انتم شايفين كده، هيقابلنا تقاطع كده زي ما انتم شايفين اللي هو المحل بتاع ماهر ده. انا بعمل لكم زوم بس وكروس على الحاجات اللي هتعلم لكم برضو ازاي توصل. هنخش احنا من جنب ماهر على طول، برضو حاره صغيره كده هنطلع منها سلالم هتشوفوها دلوقتي. بصوا هنكمل وهنطلع مع بعض السلالم دي زي ما انتم شايفين، طول السكه كده في محلات كتير. هنكمل على طول كده السلالم دي وهنطلعها كلها كده، احنا قربنا خلاص نوصل. هنعدي بقى على محلات كاجوال زي ما انتم شايفين، وده سنتر، ده مصنع ابا وقمر للبليسي اللي هو جنبه المفروض سنتر رامي اللي احنا عملنا فيه الجوله. احنا كده قربنا نوصل، هنكمل بعديها على طول بعد اليافطه دي وهندخل اول شارع يمين هوريه لكم برده على اوله ايه. هنكمل كده هنلاقي محل شنط كده على يمنا زي ما انتم شايفين، المحل اسمه شركه التبارك للاستيراد والمصنوعات الجلديه. احنا هندخل على طول من جنب الشركه دي، بصوا اول ممر يمين كده هيقابلنا، هندخل هو اول باب عماره على ايدنا اليمين. بصوا على طول هو باب العماره دي في الدور الثالث سنتر رامي. يا رب تكون الجوله عرفت اوصلكم العنوان بكل سهوله واشوفكم على خير في جوله جديده.